مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين مهدد بالغرق في العتمة قريبا، بعدما بات تحت رحمة موزعي مادة المازوت التي وإن تأمنت لأصحاب مولدات الكهرباء فبحسب سعر السوق السوداء، أي بحوالي ضعف السعر الرسمي، وذلك في ظل غياب شبه تام للتيار الكهربائي. ما في مازوت بالمخيم، كل واحد عنده خزان وحاطط فيه مازوتاته بس، يعني بنطر انه كل يوم يقدر يجيب 1000 2000 3000 لتر ماكسيموم خلال 24 ساعه، يعني اذا ما تامن مازوت ما في حدا بيقدر يضاين اكثر من 24 ساعه. بدخل قليل ولكن تسعيره السوق السوداء، يعني التسعيره اللي بتقولي 14 اني عم بجيبوها ب 27، ب 27 لما توصل لعندك صارت ب 30. ما عم بيعملونا كجزء من اللبنانيين بصراحة، يعني المخيمات دائما مستثنية، في يعني جهات سياسية بتحاول تساعد بموضوع المخيمات ولكن ما عم بيطلع بيضا، يعني خلينا نكون واضحين، بيحكوك شيء ولكن تنفيذ شيء ثاني. جولة في المخيم تبين حجم الخسائر التي مني بها التجار، برادات فارغة من العصائر والمثلجات في فصل الصيف، الألبان والأجبان اضطر بعض التجار إلى الاستغناء عنها خوفا من التلف. اليوم كل شغلنا ومصالحنا كلها توقفت مرة الكهرباء، يعني بتيجي مثلا الزبون بده يشتري معنا ما بيقدر يشتري شيء لأنه شو وضع الكهرباء ما فيه. أنا هون عندي محل كهرباء، يعني حتى قطع الكهرباء عم بيساعدني على الشغل مظبوط، يعني بيجي ناس بيجيبوا لي تصليح فعم بتعذب بيني وبين الزبون، يعني بعد كنا قبل نخلص بساعة الشغلة، هلا بنخلصها بساعتين وبثلاثة. عم نعتمد على الموتير على المازوت يعني، بس في حال إذا انقطع المازوت كل الأدوية رح تنكب برا، يعني اللي بالبراد. سيشكل انقطاع الكهرباء أزمة في ضخ المياه عن كامل أحياء المخيم، وسيؤثر على المستوصفات والمختبرات، ومرضى قد تتوقف حياتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز تنفس. الأزمة ما زالت في بدايتها والقادم أصعب، يقول أصحاب المولدات الكهربائية. أما القضية الأهم فهي في استمرار تأمين مادة المازوت في ظل ارتفاع سعرها في السوق السوداء. حنان عيسى الغد من مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين، صيدا.